ابتدأنا نلعب تنس طاولة من حوالي سنة. مروان في خلال السنة دي حصل على بطولة الجمهورية، كانت معمولة على أربع مراحل، حصل على الأربع مراحل مركز أول، انضم للمنتخب وسافر استراليا مع بعثة المنتخب وحصل على المركز الثاني، ميداليتين فضة في تنس الطاولة في استراليا. مستوى الأولاد بيتقدم بسرعة، عندنا أولاد محققين بطولات جمهورية مراكز أولى وفي الفردي وفي الزوجي. أنا اشتركت في بطولة العالم استراليا، سبت ميداليتين فضة.